تستثمر قرية الواد الأخضر الحدودية التابعة لبلدية بني والنيف بولاية بشار بتجارتها لمختلف أنواع الثمور، وخاصة ما يعرف عند سكان المنطقة بالفقوس. احنا عندنا هنا المنطقة هنا بالخصوص بالواد الأخضر هنا مشهورة بالفقوس، ثمرة الفقوس، وعندنا الأغراس، وبالنسبة للثمور الأخرى رانا نجيبوها من الأضرار. احنا هنايا نشرو على الفلاح، نشرو على الفلاح، نعاودوا له التسويق نتاعه هنا في الطريق الوطني رقم 6. عندنا الفقوس، عندنا الرطبي، عندنا الأغراس، عندنا أنواع، عندنا الأدمام، عندنا أنواع كثيرة، الهجين، عندنا كثير، واحد 5 أنواع ولا 7 الواد الأخضر، وعندنا الأشجار المثمرة. أنواع عندنا الفقوس، عندنا أدمام، عندنا رطب، عندنا أغراس، هادو كاع كاينين. خويا هذا الرب غير تمر يطيبوه، شغل مربى نتاع التمر يطيبوه، مليح فيه منافع كبيرة، فيه لانيمين، ينفع لكل الكولون، الفتح الشهية، ينفع لكلش. نخدمو بالحميرة، نخدمو بالفقوس، نخدمو. كما طالب تجار الثمور بمحلات تجارية للقضاء على التجارة الفوضوية بالطريق الوطني رقم 6، وخصوصا أن ثمور المنطقة تستقطب الزبائن والتجار إليها من مختلف ولايات الوطن. مطلوبة عندنا هذه تاع الفقوس، مطلوبة كاع الناس يجوا يدوا، عندنا يجوا أغلبية، يجوا من تلمسان، يجوا من وهران، يجوا من الجزائر، يجوا من كل بلاد، من الشرق كاع، يجوا هنا يدوا علينا التمر، أغلبية الغرب، شفتوا تلمسان، وهران. عديد المرات وحنا نطلبوا لهم المحلات ويواعدونا، يقول لك كل عام يقولوا لنا راه كاين راه كاين راه كاين، لحد الان ما كاين والو. وما تكون خير ما تكون هكا براكا ولا يكونوا محلات نقيين. هذا وتبقى تجارة التمور بالجنوب احد المؤهلات الاقتصادية التي يجب على الجهات المعنية إعادة النظر فيها ووضع آليات وتسهيلات لتسويقها.